حتى سيدي عجباتو واحد البنت ومشى يخطبها من باها. ايوا فاش دخل وجلس مع باها سولو باها قال ليها ولدي واش عندك الدار؟ وهي تنقز البعلوكه قالت ليها بابا الصالون ديالهم قد الصالون ديالنا ولا اكثر شويه. عارفه شنو كاين؟ قال لك سيدي هذا واحد الالماني وواحد الفرنسي وواحد المغربي مشاو عند الشوافي يشوفوا زهرهم. ايوا بدات بالالماني هو الاول قالت ليه شتي نتا عام غدوز ديال الفقر ومن بعد غتولي غني. ايوا جات عند الفرنسي قالت له انت غادي تدوز عامين ديال الفقر ومن بعد غتولي غني ولاباس عليك. ايوا مي جات عند المغربي قالت له انت غدوز 3 سنين ديال الفقر قال ليها ومن بعد قالت له غادي تولف. قال لك سيدي هذا واحد مول الطاكسي كان غادي ومبواق وهي تشير لواحد المرا طلع عليها من الشرجم وقال ليها فين غادي يا الشريفه؟ قالت له وليدي غادي للسوق. ايوا قال ليها سيري وما تعطليش. شي الرجل وراه ما كيبغيش المرا على زينها وعلى الفورما ولا على حساب الحداقه والطياب. لا 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 لا, لا. الرجل تيبغي المراه غير اللي تفهمه وتبغيه وهذا الشيء اللي كاين. وإلا كنت مصدقة كلامي والله ما خص لي يصلخك ويصلخني حتى انا معك.